طيب زي ما بنقول في كتير ناس بتبقى مرت بمواقف وبتجارب وهي صغيرة. كاميرا صباح الخير كانت موجودة في الشارع وسألت الناس ايه اللي حصلت معاها وانت صغير وتأثرت بيها وانت كبير. تعالوا مع بعض نشوفها ونرجع مع دكتور نور يعلق لنا عليها. كلنا واحنا صغيرين مرينا بمواقف فضلت معلقه في ذاكرتنا واثرت علينا بالايجاب او السلب لما كبرنا، والنهارده في صباح الخير يا مصر حبينا ننزل نسال الناس عن ايه هي المواقف دي. ايه الحاجات اللي حصلت معاكي وانت صغيره وتاثرت بيها لما كبرتي؟ هي اثرت فيا قوي كمان وعملت معايا يعني برضو ان انا بقيت اخاف على عيالي. عربيه خبطتني من وانا صغيره، كنت ماسكه ايدي الداده وسبتها وعديت، سبت ايدي الداده وعديت فعربيه خبطتني. يعني كنت متاثره قوي بالمدرسين بتوعي وبالنصايح بتاعتهم وانا ما بمشيش، وكنت يعني كنت وانا صغيره بتاثر اكتر بكلام مثلا ناس غلط او بيوجهوني لحاجات ان انا ما اهتمش مثلا بمستقبلي بمذاكرتي وكده. بس لما كبرت لا، اكتشفت ان انا انه غلط ان انا كنت انساق ورا الحاجات دي وان انا افكر اشتغل على نفسي. هو ساعتها كان بابايا كان بيبقى قاسي بس عليا شويه، فانا كنت اللي هو كنت عيل صغير يعني اللي هو ليه يا بابا كنت بتعمل كده. فلما كبرت لا، لقيت اللي هو كان بيربي فيا اللي هو لازم ابقى قوي، لازم اي مشكله تواجهني مش هاخد جنبه واقعد اكتئب وبتاع، ليه المشكله حصلت، لا اقعد ادور على حل، لو ما جاتش الحل يبقى افكر تاني وهكذا. والله هو في مواقف كتير بالنسبه للواحد وهو صغير، يعني منها مساعدة الغير والكلام ده كله. أنا الحمد لله دلوقتي بقيت أي حد بيبقى محتاج حاجة، لأن كنت بشوف والدي وكنت بشوف ليه أعمام وخلاني بشوفهم بيساعدوا الناس والكلام ده كله، فبقيت إن أنا بقيت وأنا كبير بقيت حاجة جميلة أوي إن أنا أساعد الغير والكلام ده كله. يعني كنت بعمل مشاكل بس اتعلمت من شقاوتي، يعني الغلطات اللي كنت بعملها لما كبرت طبعا بطلت أعملها. طبعا أنا من حوالي 25 سنة كنت قابلت راجل سنه يتخطى ال 70 75 سنه، فكان عايز يطلع رصيف، مسكت ايده قال لي لا انا بحاول اعتمد على نفسي، ويا ريت ده يبقى ده سلوكك في حياتك، تعتمد على نفسك مهما كان سنك ومهما كان الموقف اللي انت فيه لازم تعتمد على نفسك. ليا كان زملاء ان يعني كانوا محتاجين لي وانا ما قدرتش اساعدهم، انتوا واخدين بال حضرتك ازاي، ولما كبرت عرفت ان لازم يعني الواحد يساعد صاحبه على قد امكانياته. والدتي الله يرحمها كانت دايما تقول لي ايه اخوك وتخلي بالك من اخوك، واخوك ظهرك وانت ظهره وكده. يعني جرمين ابراهيم كانت موجوده في الشارع وسمعت اراء الناس، وحضرتك كمان سمعتها يا دكتور نور. شايف ان في حد تعرض لصدمات غير اول سيده اللي كانت بتعبر الطريق؟ اعتقد ان الباقي كله حاجات ايجابيه.